السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بيكم في فيديو جديد كل مشاهدين قناة اصنعيها بنفسك لتعليم الكروشيه. فيديو النهاردة مخصص للمبتدئين، غرزة في منتهى السهولة. هنتعلم مع بعض طريقة عمل شال كروشيه مثلث بغرزة الجراني، من أسهل طبعا غرز الكروشيه، مناسبة جدا للمبتدئين، ولكن النهاردة هنشتغلها بشكل إن شاء الله هيظبط معاكم من أول مرة. هي الغرزة سهلة بس في كتير مش بتظبط معاهم من ناحية قاعدة المثلث أو الجوانب. هتشوفوا النهاردة هنشتغلها ازاي هتبقى مظبوطة 100%. ودي الخيط اللي أنا هستخدمه، الخيط ده يعني خلينا نقول هو متوسط، هو إليز كلاسيك زي ما انتوا شايفين. طبعا الخيط ده متوفر جدا، خيط للشتاء، وتقدروا كمان الغرزة دي تشتغلوها للصيف. والدرجة دي كمان جميلة، درجة اللون البيج. الشلة بيبقى فيها 210 متر، طبعا الشلة 100 جرام. ولو حبيتوا تجيبوا الخيط ده، هو اللون البيج المناسب جدا للشتاء، وده رقم الخيط. بس طبعا انتوا تقدروا تستخدموا الخيط اللي متوفر عندكم، اي سمك خيط بيمشي في الغرزة دي. والابرة بتاعتي هنا رقم 4 ملم، بتستخدموا، مش هقولكوا هنا بقى بتستخدموا الابرة المناسبة لسمك الخيط، لان انا يعني هعمل تغيير كده هنشوفه مع بعض في نهاية الفيديو. عايز اقول لكم ان الغرزة دي غرزة مرنة جدا، نقدر نغير فيها حاجات كتير. تابعوا معايا طريقة العمل ونقول بسم الله. اول حاجة انا هعملها بسيب يعني 2-3 سنتي كده من طرف الخيط، بلف الخيط لفة واحدة، بدخل بالابرة وبسحب سلسلة، وادي عقدة البداية. بعدها برتفع 1 2 3 4 4 سلاسل، يعني هي حلقة صغيرة، وهروح هنا عند السلسلة رقم 1 بحيث ان انا اقفل الحلقة دي. هدخل كده وبطلع من اللفتين اللي على الابرة، وادي اول حلقة عندي. برتفع 3 سلاسل، والتلات سلاسل دول انا بعتبرهم عمود بلف وسلسلة فاصل، كده يبقى انا ارتفعت 4، وبلف لفة واحدة على الابرة. شغلي هنا بالاعمدة بلف، بدخل جوه الحلقة وهرتفع شوية كده زي ما انتوا شايفين، مش عايزين العمود مشدود، وبشتغل عمود بلفة كده الاول، وبدخل اشتغل العمود الثاني، نرتفع كده بالإبرة، يعني ندخل نرتفع بالإبرة لما ناخد الخيط ونشتغل. انا كده اشتغلت 3 عمود بلفة، ونقدر نشتغل الشغل ده كله بالأعمدة بلفتين. برتفع سلسلة ولسه شغالة خيط البداية، طبعا واخدة معايا تحت الغرز. جوه نفس الحلقة هدخل هشتغل كمان 3 عمود بلفة، بس عايزين نشتغلهم بنفس الطريقة كده. انا بقول لكم الفيديو ده للمبتدئين لان احنا بنشتغل غرزة الجراني بابسط شكل ليها. بعد كده خلاص كده انا اشتغلت 3 عمود سلسلة، 3 عمود، الصدفة دي هتبقى ثابتة معايا في الجزء ده او في المنتصف او في رأس المثلث. ادي سلسلة، هننهي كده السطر زي ما بدأناه، فهقفل بقى عمود بلفة هنا جوه الحلقة، خلي العمود واسع شوية. هتشوفوا قاعدة المثلث مظبوطة معانا 100%. ادي فراغ، يبقى انا كده عندي هنا 3 فراغات. برتفع للسطر الجديد بنفس الطريقة، 1 2 3، بعتبرهم عمود بلفة، وبشتغل كمان سلسلة، دي فاصل، يبقى كده ارتفعت 4، وبلف الشال وهبدأ شغل السطر الجديد. هي الغرزة طبعا تكرار سطر واحد بس مع التزايد. بلف الخيط على الإبرة وادخل في اول فراغ من الثلاثة اللي هو فراغ السلسلة، وبرضو بشتغل 3 عمود بلفة. ادي العمود التاني والعمود التالت، يبقى انا كده اشتغلت. المجموعة بتاعتي بتبقى عبارة عن 3 عمود بلفة. برجع لف الخيط على الابرة بدون اي سلاسل فاصل، خلي بالك، وبدخل هنا في الفراغ التاني وبشتغل نفس الصدفة. ندخل كده ونشتغل هنا 3 عمود بلفة. لو حابين تشتغلوا شال كروشيه مثلث سريع، الغرزة دي هتبقى جميلة جدا. ادي 3 عمود بلفة وسلسلة فاصل، هرجع تاني في نفس الفراغ وهشتغل كمان 3 عمود بلفة. طبعا لو هتستبدلوا شغلكم بالعمود بلفتين، الفاصل عندنا هيبقى سلسلة زي ما هو، لكن في البداية هنرتفع 4 سلاسل، شايفين نفس الصدفة دي، بنفضل نكررها في نفس المكان كده بنفس الطريقة. كنت بقول لكم
هترتفع 4 سلسلة وسلسلة فاصل. ندخل هنا في الفراغ الثالث وهكرر زي ما بدأت، هشتغل 3 عمود بلفة، وادي كده العمود الثالث 3 عمود بلفة، وهننهي السطر بشتغل سلسلة واحدة بس، وهنا كنت ارتفعت 4 سلسلة، وهقفل بعمود بلفة واحد بس في نفس الفراغ. او شايفين القاعدة بتاعت المثلث باينة او ان هي مظبوطة من دلوقتي، او ده الشكل بتاعنا. دي ابسط واسهل غرزة ممكن تشتغلوها. مبتدئين كده في الكروشيه وعايزين تجربوا نفسكم، تقدروا تعملوا شايل جميل قوي من الغرزة دي. ادي 3 سلاسل للسطر الجديد وسلسلة فاصل، وهرجع اكرر تاني بنفس الطريقة شغلي على فراغ السلسلة اللي هو ده. بدخل هنا وبشتغل 3 عمود بلفة. تابعوا معايا الفيديو للنهاية، ولو دي اول مرة بتشوفوا القناة يبقى تفضلوا اشتركوا وفعلوا الجرس. ادي 3 عمود بلفة، ومن غير اي سلاسل هلف الخيط على الابرة وهتنقل هنا ما بين المجموعات وهشتغل 3 عمود بلفة. وبرضو تقدروا ترجعوا للفيديوهات القديمة، هتلاقوا فيديوهات جميلة قوي لشغل الشال المثلث. ادي 3 عمود بلفة، بلف الخيط على الابرة وبروح هنا للفراغ بتاع السلسلة، هشتغل نفس الصدفة. طبعا ده الجزء ده بيبقى فيه رأس المثلث، فدايما في المكان ده بشتغل الصدفة بتاعتي 3 عمود سلسلة 3 عمود. ادي 3 عمود وسلسلة، اعتقد يعني هي الغرزة كده بقت واضحة جدا. لكن احنا بنقول شوية ملاحظات للمبتدئين هتفرق، تخلوا العمود مستريح كده هيفرق كتير جدا في الشكل النهائي. وخلاص كده خلصت الصدفة. مجموعات الأعمدة اللي احنا كنا بنشتغلها ثابتة معايا زي ما قلتلكوا 3 عمود بلف، فانا بلف الخيط على الابرة وبروح هنا في المكان ده ما بين المجموعات وبشتغل مجموعة جديدة مكونة من 3 عمود بلفة. وبلف الخيط على الابرة وخلاص هروح على اخر فراغ. اول حاجة بنشتغل 3 عمود بلفة، ادي شكل المثلث، وننهي زي ما بدأنا السطر. بشتغل سلسلة وعمود بلفة نقفل بيه، وبنفضل ماشيين بنفس الطريقة كده. شايفين دي هتبقى قاعدة المثلث، برتفع 3 سلاسل وسلسلة فاصل للسطر الجديد، وبنلف الشال وبنرجع نمشي بنفس طريقة العمل. ادي مجموعات الأعمدة، كان عندي هنا مجموعة واحدة وبعد كده الصدفة اللي في المنتصف، وادي هنا مجموعة والتانية وادي الصدفة اللي في المنتصف، ده هيبقى شكل التزايد. ده بيبقى شكل غرزة الجراني بأبسط طريقة. وبنفضل نرتفع بالسطور، هي الغرزة من تكرار سطر واحد. بروح طبعا على أول فراغ هيقابلني اللي هو فراغ السلسلة، وببتدي أشتغل من هنا، وادي المكان التاني وادي المكان اللي بعده ما بين المجموعات. خلاص كده يبقى انا هنا، شايفين بقى التزايد بيمشي ازاي، ادي مجموعة والتانية والتالتة وادي الصدفة اللي في المنتصف، المجموعات في تزايد معايا، وادي القاعدة مظبوطة. اكيد يعني لو مبتدئين في الكروشيه فانا برشح لكم الغرزة دي، غرزة سهلة وهتظبط معاكم من البداية كويس جدا. انا دلوقتي محضرة قطعة تانية اشتغلتها بمقاس ابرة تاني بنفس الخيط، لكن هنشوف الشكل مع بعض. وهنا انا اشتغلت القطعة دي بابرة تانية خالص بمقاس اكبر. انا اشتغلت طبعا الاول بابرة رقم 4، الابرة اللي معايا هنا رقم 6 مليمتر. شايفين انا زدت رقمين في المقاس، وادي مقاس الابرة، مقاس الابرة ده كبير، فهي الغرزة ما بتبقاش على حسب سمك الخيط خالص. شايفين ما بين مقاس الابرة وما بين سمك الخيط،
طبعا الخيط ده المناسب ليه ابرة رقم 4 او 4.5، 5 بيك كتير، لكن انا حبيت اشتغل معاكم بالابرة رقم 4 علشان تشوفوا شكل الغرزة وشكل الفراغات. اشتغلت الابرة رقم 4 في البداية، طبعا دي قطعة تانية انا بدأتها من الاول، لكن زي ما قلت لكم لو مبتدئين الغرزة دي بتظبط معاكم بأي شكل. يعني انا اشتغلتها بالابرة رقم 6 والغرزة زي ما هي مظبوطة ومستريحة كمان اكتر، وادي القاعدة بتاعتي مظبوطة جدا جدا. كل ما هتزودوا في السطور مش هتلاقوا القاعدة بتتقوس ولا الجوانب بتتقوس، بتبقى الجوانب واخدة زي ما يكون شكل كده دائري، لكن هتلاقوا الغرزة مظبوطة معاكم من البداية للنهاية. كنت معاكم النهاردة في الفيديو بتاعنا، فيديو سهل وسريع، وعايزاكم ما تنسوش لايك للفيديو وشير مع كل اصحابكم، واسيبكم في رعاية الله.